الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة بني إسرائيل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور. ابن منصور صاحب السنن وصاحب الحديث، هو ثقة ثبت أمين كما قال أحمد عجبه شأن، وأيضا نسائي قال ثقة ثبت، وقد قال مسلم ثقة مأمون. قال: أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف من الثقات الأثبات، لكنه تغير بآخره، عمي فتلقن وكان تشيع. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري، وهو من الثقات الأثبات، حديث أبو اليمن أقوى من حديث أبو البصر. قال: عن قتادة. قتادة من نوادر حفاظ الدنيا ومن الثقات الأثبات، لكنه يرى القدر ويغمر في بحر حسناته. قال: عن أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. طيب، هذا حديث أيضا إتماما لما للمعجزة التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم التي تكلمنا عنها أمس، معجزة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: أوتي بالبراق. والبراق قد قال علماؤنا البراق مشتق من البريق لما فيه من البياض الذي يأخذ بالعين واللب، وأيضا قيل هو أخذ من البرق، وهذا وصفه للسرعة التي عليها البراق. وفي الوصف هنا قال: أوتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، كان مهيئا للركوب، فاستصعب عليه، يعني استصعب على رسول الله، استصعب رسول الله الركوب، فأنكر عليه جبريل عليه السلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما راكبك أحد أكرم على الله منه. فما راكبك أحد أفضل على الله أو أكرم على الله منه. فارفض عرقا، تصبب عرقا لما قال له جبريل عليه السلام بذلك. عامة هذا الحديث فيه أمور. الأمر الأول بأن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أهم المسائل وأعز المسائل في هذا الباب، كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل في علاه، وهو أكرم خلق الله على الله محمد صلى الله عليه وسلم. شوف انظر، قال: فما راكبك أحد أكرم على الله منه. فما راكبك أحد أكرم على الله منه. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فضل الله على جميع الخلق، وهذا ظاهر في كتاب الله لائح واضح، ذكر الله الأنبياء جميعا وناداهم بأسمائهم، ولم ينادي محمد صلى الله عليه وسلم إلا باللقب، إلا الخبر، فالخبر غير الإنشاء. كان يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، يا أيها النبي إذا طلقت بالنساء، فكان يناديه بلقبه، وأمر الأمة بأسرها أن تناديه بلقبه، وألا تناديه إلا 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 بتعظيمه وتوقيره. قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا فإن الله ما أقسم بعمر أحد ولا بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بيان لتفضيل النبي وحياة النبي على الجميع. قال الله جل في علاه: لعمرك أنت يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فضله الله بأنه خاتم النبيين، لا نبي بعده، ولا يرد علينا نزول عيسى، عيسى كان قبله عليه السلام، وحتى نزول عيسى لم ينزل إلا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن النبي أن كأن البيت بقي له لبنة، يطوف الناس به ويقولون: ما أجمل هذا البيت أو هذا البناء، ما أجمل هذا البناء إلا موضع اللبنة. قال: فكنت أنا موضع اللبنة، وهي موضع الزينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر بأنه ختم به النبيون، لا نبي بعده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي النبوة، ولا نبي بعدي، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مظاهر تفضيل الله لنبينا على جميع الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر،
بيدي لواء الحمد يوم القيامة، فالجميع ينضون تحت لوائه، والجميع ما أحد يتكلم، الجميع يقولون نفسي نفسي، أو يقولون اللهم سلم سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع. عندما يذهبون يستشفعون بكل أحد من الأنبياء، بعظماء الأنبياء من أولي العزم من الرسل، وكل يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها بأبي هو وأمي. وفضله الله جل في علاه بأنه أنزل أفضل الكتب عليه، لا سيما وأنني أعتقد، وهذه المسألة نريد البحث عنها صراحة، ما زلت أريد التحقيق فيها، بأن الله ما تكلم بكتاب قط إلا بالقرآن، وهذه ميزة القرآن على جميع الكتب السماوية التي نزلت، فكلها كتب سماوية أنزلت من السماء. والتوراة يعني هنا هل تكلم الله بها أم لم يتكلم؟ المسألة فيها بعض الأدلة الاحتمالية على ذلك، لكن القاطع بأن الله ما تكلم إلا بالقرآن، كما قال الله جل في علاه أنزل عليك الكتاب وعلمك، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله تكلم بالقرآن، نعم تكلم بالقرآن، وهذه مزية وفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل الكتب وأحسن الكتب، وكتاب الله جل في علاه. هذا الكتاب كتاب الله، تكلم الله به، من مظاهر تفضيل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم. لذلك قال جبريل عليه السلام ما ركبك أحد أكرم على الله منه، وهذه فيها دلالة أنه ما من نبي إلا وركب على البراك، وفيها تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو أنه يعقل، البراك يعقل، ولذلك كلمه جبريل عليه السلام، فسمع من جبريل وعقل عن جبريل ما قاله، وإلا لما كلمه جبريل عليه السلام؟ قال له أبي محمد تفعل هذا؟ وهذا إنكار، ففيها مسألة، طبعا فيها مسألة عظيمة جدا، وهي الإنكار من أجل الأفاضل، الإنكار من أجل الأفاضل، ومعرفة الفضل لأهله، وإنزال الناس وأن ينزل الناس منازلهم. لذلك جبريل أنكر عليه وهو ما كان يعلم، قال أبي محمد تفعل هذا؟ فأراد أن يبين منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الخلق. قال أبي محمد تفعل هذا؟ هذه المسألة مسألة إنزال الناس منازلهم، وأنه يجب الإنكار من أجل إظهار الفضل لأهله، وقد يقال يستحب ويتأكد. لكن انظر هنا إلى جبريل عليه السلام ينكر على البراق علم أنه استعصى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أبي محمد تفعل ذلك؟ عجب، وإن تعجب فعجب لهذا، فإن محمدا قد فضله الله على جميع الخلق. قال فما ركبك أحد أكرم على الله منه، فارفض عرقا من ذلك، وعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء بعدما أسر به وصلى بالأنبياء في الإسراء. وهذه أيضا تماما للمعجزة الخالدة، معجزة الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: عظيم ربوبية الله جل في علاه أن خلق خلقا مثل هذا البراق، ويعني قدموا على مد البصر، فلذلك لا عجب أنه صار بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة كان في بيت المقدس. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، فهو أفضل الخلق أجمعين، يضم بذلك الإنس والجن والملائكة، فهو أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل عليه السلام. ولما عرج به هو تخطى، تجاوز المكان الذي وقف عنده جبريل عليه السلام لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. الفائدة الثالثة: وجوب إنزال الناس منازلهم، وجوب إنزال الناس منازلهم. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. هات هو طبعا تسخير الدنيا بأسرها من أجل تحقيق قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل في علاه.